بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال كل من يربي الطيور؟ هذه الطيور الجميلة والرائعة، طيور البادجي. أتمنى أن كل واحد منكم يصل إلى مبتغاه مع هذه الطيور. الأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها رائعة. ماذا وجب عليك فعله عندما تخرج الطيور من البيت؟ ما هي الأطعمة التي وجب عليك إعطائها لفراخ البادجي؟ كيف تتعامل مع هذه الطيور في حالة خروجها من العش؟ ما هو شكل صوت الصغار عندما تطلب الطعام؟ أنا أبو مكرم من قناة محترف الطيور. مرحبا مجددا لأغلى عائلة، في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى بعض المهام التي وجب عليك فعلها عندما تخرج الفراخ من البيضة. إذن على بركة الله. أولا، عدم تغيير القفص من المكان الذي فيه إلا عند الضرورة، كالبرد أو التيارات الهوائية أو أي شيء يمكن أن يكون سببا في إزعاجهم من أولاد وقطط. وضع القفص في أعلى، يعني أعلى مستوى العين، كي تكون الطيور في مأمن وهدوء. إعطاء الأبوين أطعمة إضافية كالبيض المسلوق، والذي كما نعلم هو غني بالبروتينات والكالسيوم، كي تنمو الصغار بسرعة. إعطاء الخس، الجزر، الخبز منقوع بالماء كل يومين نوع، ما إعطاء البيض مرتين يا غالي. وعندما تخرج الطيور من العش بعد 30 إلى 35 يوم، وجب عليك إزالة السلك الذي يكون في الأرضية كي لا تنحسر الرأس فتموت، مع إعطاء الخبز منقوع بالماء والبذور والبيض. المهم ضع لهم في إناء ولا تضع في الأرضية. النظافة ضروري في هذه المرحلة كي تتجنب الفاش أو أي شيء آخر من جراء اتساخ القفص. وفي الأخير، أحببت أن أسمع صوت الطيور وهي تطلب الأكل، وهو تحفيز لطيوركم على التزاوج أو زيادة الفراخ بإذن الله. وإن أردت تحميله على شكل MP3، الرابط في الوصف يا غالي. كان معكم أبو مكرم من قناة محترف الطيور. أترككم الآن مع هذا الصوت، وكما أقول دائما، الصوت يمكن أن تسمعه في الصباح وكذلك في المساء. في رعاية الله.
Thank you.